أهلا وسهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون صاحب كتاب القواعد الأشورية المعاصرة. تجد حلقاته وكتابه على موقعي، وتجدوه هناك. يعني إذا محتاجين شيء مساعدة للحصول عليه كمان أقول لكم إزاي تحملوا. اليوم سنقرأ سورة الحجر، وفعلا أنا تكلمت مع أبونا شمعون قبل الحلقة إنه أسماء السور غير مشكلة، فإحنا ما نعرفش هي سورة الحجر ولا الحجر ولا الحجر ولا، فيعني مشكلة. فيعني مش عارف ليه أسماء السور ما شكلوها، كسل، شك في الأمر، ما تدري. على كل هي هذا الاسم مأخوذ من الآية 80. فنحن أنا هشارككم الصورة، هشارككم صورة ال ظهر، مش هيك أبونا؟ فلازم نروح على الصورة 80 نشوف كيف كاتبين الحجر. الآية 80 بالتمام. نشوف الآية 80، نشوف شلون كاتبينها. 80 80 80 80 80 80 80 80. شوف يعني شوف الاسم جاء من متأخر 80. فهو أبونا كاتبين ولقد كذب أصحاب الحجر. الحجر أيوة. فيعني هلا واضح إنه هاي تشكيلة الحجر، مش الحجر ولا الحجر ولا الجحر ولا ما تدري شو هو. أيوة. كل يعني الله يساعد البشرية. الله يساعد البشرية. يعني فأنا هلا يعني كل أسماء السور غير مشكولة، فما تدريش كيف تلفظها. ما تدريش كيف هلا احنا إذا نرجع فقط ملاحظة عليكم، يعني هاي عابرة مشكلة يعني حقيقة. إذن إحنا قلنا إحنا منا نقرأ اليوم سورة الحجر. الهدف شو؟ إذا في كلمات مبهمة نحاول نفهمها إما بتغيير التنقيط والتشكيل أو بالرجوع إلى اللغة السريانية، قد تساعدنا لأنه قرابة، ولأنه حسب نظريته لصاحبنا كريستوف لوكسمبرغ إنه يظهر إنه القرآن كتب أصلاً بالأحرف الكرشوني يعني السرياني، ثم تم تعريبه وكتب بالعربي لكن بالأحرف السريانية، ثم تم تعريبه وفي مرحلة النقل وقعوا في أخطاء، ولما وضعوا التنقيط وقعوا في أخطاء، ولما وضعوا التشكيل وضعوا في أخطاء، والنساخ كمان زادوا عليه. فيعني لهجة القراءات المختلفة، يعني هي مش من عندنا، القراءات المختلفة يعني نصف آيات القرآن عليها قراءات مختلفة، وبعض الكلمات جاء عليها 15 قراءة مختلفة. يعني تلاحظوا المشكلة. أبونا واحد كتب هلا تابعت صلاة أبونا شمعون في القناة الأمس، صلاة أكثر من روعة. شكرا. حتى ولا يفهم سرياني بس أعجبه. نشكر الله. حلوة يعني فعلا أنا مبسوط على هذا الأمر. شكرا على اللي كتب التعليق هذا. شكرا. أيوة شكرا. فإذا نصير سورة الحجر عدد آياتها 99 وهي مكية، ما عدا الآية 87. شوف الآية 87، فكيف أنت تعرف يعني هي الأزهر كده؟ فأنا في كتابي تجد كل أمام قبل كل آية هل هي مكية أم مدنية أم هجرية، يعني إذا ها معناته جت بعد الهجرة. شفتوا هاي الميم يعني تعني مكية. فإذا رحنا على الآية 87 تلاقي بدل الميم ها يعني هجرية. هجرية هذه. هاي كل آية مرقمة بهذا الشكل، مو مثل القرآن اللي بين يديكم ما تدروا هي مكية هي مدنية هي شو هي. يعني مساعدة تتبع الأمر. طيب
وهاي الآية جت إذن أصلها من هاي إحنا كلنا هاي مأخوذة من الآية 80 كلمة اسم السورة يعني اسم السورة أيوة الحجر. وقد يكون هذا إشارة إلى البتراء في الأردن الحجر أو مداين صالح ومثل هيك يعني هي كان لازم بالحالة هاي كان لازم تسمى الحجر مش الحجر صح فهم علي لكن هم رفضت هكذا حجر الله بعين وهاي البتراء هاي البتراء على فكرة بالعبرية سالع وتترجم بالصخرة سالع والسلع في البتراء هو في الواقع ممر ضيق بين جبلين قبل ما تدخل على البتراء السلع هو شق لهذا بس وهناك شو اسمه يقول هنا قد يكون إشارة مدينة الحجر التي ما زالت موجودة في الجزيرة العربية وبناء ويشبه مدينة بناء مدينة البتراء في الأردن ويعتبرها التراث الإسلامي مدائن صالح ومكان قصة ناقته وتقع في محافظة العلة التابعة لمنطقة المدينة المنورة ما ندخل في المتاهات نعم بس العلم للعلم والعلم انه يمنعون علماء المسلمون يمنعون السكن في تلك المناطق ممنوع تسكن فيها شو يقول خصوص ناقة صالح انظر وقد اصدرت هيئة كبار العلماء فتوى عام 1392 هجري في عدم الإحياء والسكن في منطقة مدائن صالح لأن محمد قال لا ينبغي أن يدخلها أي شخص إلا وهو باكي فلا يمكن الدخول لها إلا للتنزه لا للتنزه ولا لرؤية هذه الآثار ولا لأي شيء حتى لا يصيبك ما أصاب قوم ثمود يعني هاي مدينة ملعونة لازم واحد يبكي لما يدخل هناك. منيح يبكي. بس هلا أستاذ سامي هلا في سلسلة من الحلقات في إذاعة في محطة العربية هناك واحد شاب سويدي ومع غيره دا يشوفون كل هالمناطق المختلفة حتى هاي شوفوها مدائن صالح وما أعرف إيش شوفوه حكى عنه كثير حلو لأول مرة واحد يشوفه يعني عافية عليهم وأخيرا فتحوا هالباب هذا وقاموا يشوفون مناظر وأماكن قديمة حتى نقوش على 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 الصخور في أيوة السعودية حلو أيوة فتحوا باب السياحة علامة جيدة يعني حقيقة علامة جيدة أمر نعمل إيه خيرا نبدأ نقرأ ألف لام يعني هذا معلومات للي ما عنده معلومات ألف لام راء حرف مقطع عملنا حلقة كاملة عنها تلك آيات الكتاب وقرآن مبين إحنا ما عندنا مش مشكلة بهذا طيب هلا الآية الثانية وبما ربما المعذرة أنا قرأت الضمة كأنها واو ربما شوف كان لازم تكتب شوف القراءة المختلفة صحاتها كان عليها شد الباء فهو كتبوها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يعني شفتوا هنا بدأنا بالمشاكل عدم وجود التشكيل في النصوص القديمة وقعنا في قراءات مختلفة شوف كيف قرأت ربما أو ربما يعني ما خلصنا ربما طيب هل عندك أبونا كلمة سريانية تشبه ربما مشان أو لهي
أو لعل يعني بهذا المعنى أيوة ربما أيوة ربما. رب 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 أيوه لا ما فيش ألف ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يتمتعوا يستلذوا هنا بالمعنى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم ويلههم الأمل يعني ألهى بمعنى يلههم الأمل فسوف يعلمون. طيب هذه الآية منسوخة أبونا بصورة السيف بآية السيف بآية السيف لأنه ذرهم يعني اتركهم ما تسيبهم أنا ما بصير تسيبهم علي كل الآيات اللي فيها صبر حذفت واستبدلت بآية السيف على كل هم هيك يقولون فأنا ذكرت ذلك في هامش الكتاب تاعي إيه إيه شفت علي يعني وهذه هي الطبعة الوحيدة اللي تذكر الآيات اللي اعتبرت من بعض الفقهاء منها منسوخة أما الطبعات الأخرى ما تذكر هذا الأمر ولا حتى الترجمات تذكر أنها منسوخة أنا الوحيد اللي أذكر أنها منسوخة. طيب طبعا الحال من مصادر إسلامية بس هذول كسالة ما بيكتبوا. أربعة وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما لهاش مشكلة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون واضح وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون قالوا هو نفس الاتهام الوجه للمسيح وللمعمدان حنا المعمدان وأنا ذكرت المصدر نعم ونفس المذكرة شفتوا إيه حلو طيب هلا الآية سبعة لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين يعني قالوا هاي هم قالوا أيوة. لو ما تأتي أي يعني إذا ما تأتينا لا لو يعني يا ريت تأتينا لو ما تأتينا بمعنى هم يقولون أبونا هنا السابع لا حتى فهمت بمعنى آخر أنا فهمتها بالترجمة تعطي لماذا لا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما يعني شوف مثل السوريين يقول ليلو ايوه لماذا ليه نشوف كيف فسرها ابونا المنتخب لو ما تاتينا يعني لماذا الا تاتينا لا لماذا لا تاتينا بالملائكه لو ما غريبة انا كل انا حشوف شو فهمها المنتخب ايوه السابعه ولفرض جحودهم يقولون بعد ذلك الشتمه هلا اتيتنا بدل الكتاب المنزل بملائكه تكون لك حجه ان كنت صادقا معدودا من الصادقين هلا يعني يا ريت بمعنى يا ريت أو يعني لماذا بهذا المعنى لماذا هنشوف هلا الجلالين كيف فهمها الجلالين كيف فهمها يعني الجلالين فهمها هلا يعني يا ريت لو ما تأتينا بالملائكة أنا عملت علامة استفهام
لماذا لا تأتينا بالملائكة؟ يعني هو فهمت به، أنا فهمت بهذا الشكل. على كل اللي ايوه أنتم يعني تشوفون، الماء اي اذا بالسرياني الماء يعني لماذا؟ لماذا فعلا؟ لما لماذا؟ لما لما ما احنا نقول احنا بالعرب عندنا لما 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 أيوة. لما لماذا لما لما تأتي لما؟ ايوه فعلا صحيح، لما يعني لماذا، لما باللهجه احنا نقول لما لما لما، يعني مثل لما، ايوه مثل بالضبط. مثل مثل لما، طيب مثل لما، لما بالكسره، لما لو ما، لو ما يعني يا ريتك، يعني اكل، بس المعنى واضح اظن، نعم. ولو انه الكلمه صعبه. ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين، منظرين منظرين هنا، شوف كيف فهمت أبونا، منظرين هنا 51 هنا، اعتبرت ناقصة من الجلالين، أي مؤخرين أو منظرين العذاب، أي مؤخرين، ما إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. يعني وشو، يعني وشو معناها، يعني وشو معناها هاي؟ إيه 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 سيرون ألور با سور سيتير، سور سيتير دي شاتيمون. المعنى مش واضح. أنا عندي، أنا عندي المعنى مش واضح، أنا أعتذر ليكم، يعني مو تهجم على حد، لكن المعنى أنا أشوف لكم شو تقول المنتخب، المنتخب أصدقائي. أنا حيقول الثامنة، الثامنة يقول لك شو، أنا يقول لك الثامنة أبونا، أيوة أعرض وما الثامنة يقول لك أبونا، هاي معناها، لكن هي مش سريانية، مو قصة سريانية. وقد أجابهم الله تعالى الكريم، ما ننزل الملائكة إلا ومعهم الحق المؤكد الثابت الذي لا مجال لإنكاره، فإن كفروا به فإنهم لا يمهلون، وما كانوا إذا منظر، فإنهم لا يمهلون، يمهلون، أيوة هذا تهديد للي قبلها بهالعذاب دون فوق. طيب نكمل، ما عندنا سرياني فيها احنا، ما يهمنا. نعم 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية دائما تكرر من المسلمين، يعني إن القرآن لم يأتي فيه أي تحريف. هذه هي الآية اللي تذكر عامة لتأكيد إنه لم يحرف القرآن. أستاذ سامي، ممكن هذه نرجع إلى ما قال أستاذ كان كثير مرات، أنه تكون هاي منظرين منطرين، أيوة ما كانوا ناطرين ينتظرون. أيوة بالتمام، هو بالمعنى هذا منظري، يعني أكتبها ناطرين، يعني ناطرين، ناطرين، لا منطورين، 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 هيك منطورين، منظري، هي تجي ناطرين على أكثر، ناطرين، لا مش ناطرين أبونا، يعني هم وما كان، يعني لن يؤخر عنهم العذاب، ما لا 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 ايوه ناطرين. لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن يعني نحن ننزل الملائكة أيوة. بالحق، لكن هم ما ظهر، ما ناطرين، لذلك ما يعرفون. منظرين، لا منظرين، يعني لن يؤخر عنهم العذاب، منظرين،
تصير مشكلة هاي نحذف هاي لأنه بعدين ما نعرفش كيف نظبطها. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. حافظون أيوة. عليك ما فيها سريانية، اللي عايز توضيحات أخرى يجدها تحت الكتاب. في الهوامش شو لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. قد أرسلنا من قبلك يعني رسلا. من قبلك في شيع الأولين. شيع واضحة يعني جماعات الأولين مش هي؟ أيوة أيوة. هلأ الآية 11 وما يأتيهم، شوف هنا ثلاثة، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. على كل واضحة الآية، الآية 12 كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه، هي قرأت نسلكه وهي أضبط. نسلكه يعني نخليه يمشي، سلك معناته صار، سلك بالعربي مش هيك؟ سلك الطريق، سار يسير، سلك الطريق، أخذ الطريق. أيوة. يعني أيوة. نجعله يدخل في قلوب المجرمين. نسلكه، هم قرأت نسلكه هي أصح. يمشي يعني يمشي فيه. 13 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. الأولين هنا أبونا فهمت بمعنى مش خلت ولكن جلت، يعني أوضحت سنة الأولين، انكشفت غلا خلت بس يعني تجلت. أبونا هي تفهم بها غير معنى أصلا، يعني المسلمين يفهموها بغير معنى. أيوة. المترجم خلت يعني مضت. خلت قبلكم أمر يعني مرت يعني مضت. خلت سنة يعني أنا أفرجيك 13 أبونا كيف يترجم 13 خلت 13 تاع المنتخب شو يقول المنتخب 13 أبونا أيوة 13 وقد مضت طريقة الله تعالى في إمهالهم. مش واضحة كيف يعني وقد خلت سنة الأولين، يعني كيف؟ مش واضحة المعنى يعني. وفهمت جلت أو أوضحت سنة الأولين، أخبار الأيام الأولين، دبر يومين بالعبري تاريخ الأيام تواريخ بني إسرائيل. جلت هو جلت وضحت، ممكن جلت بس يعني بيّنت بانت. بس هاي الكلمة أبونا استعملت عدة، ما هاي العبارة استعملت عدة مرات في القرآن، يعني ممكن تقول مرة غلطت أما كل الأوقات غلط شوي واقفة، فهم علي؟ يعني ممكن يغلطوا مرة، يعني ممكن يغلطوا بعدة، بس عامة إذا في شواهد أخرى خلايا هلا أنشر لكم إياهم، نشوف لكم كم مرة جت خلايا، لأنه أنا خلوة هو خلوة ظن خلوة أيوة خلوة أصل الفعل خلت لا حتى مش هاي أيوة خلت من قبله خلت سنة الأولين. هنشوف الكلمة المعذرة سنة قد خلت من قبلهم المثلات
سنة الله في الذين خلوا من قبلهم، يعني مضوا، وإن من أمة إلا خلا فيه نذير، يعني مضى فيه، أيوة، سنة الله التي قد خلت في عباده، التي مضت في عباده، مش وضحت. بس ممكن نعطي يعني احتمال جلت أو وضحت. أوكي، ماشي معك أبونا. نعم 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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعرجون يعني يصعدون. فظلوا فيه، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مش بكل هذا الوضوح هذه الآية. على كل يعني كيف لو فتحنا على باب السماء ظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم موسى. على كل ما فيها سكرت طبعا بالسرياني يعني أغلق، ها أغلق. أيوة سكرها بالعربي، واضحة الكلمة. هذا بالذات شيء سكر، سكر الباب احنا نقوله. سكر، أيوة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. واضح بروج كونستلاسيون، البروج. نعم نعم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. واضح، إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. هذه مبنية على أسطورة يهودية ما يشوفها في الهوامش، ما عندنا وقت. حاكين عنها كثير، أيوة. سامعين شهاب، ما معنى شهاب؟ هنا شهاب أبونا 89، عود وخشب فيها نار. احنا يقول شهاب شهب، جمع شهب، شهب. أيوة. شهب يعني شو؟ انت شو تفهم شهب؟ يعني شيء متقد ساير، يعني يمشي. أيوة 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 أيوة، بهذا المعنى أنا أفهمها كمان. نار سائرة، يعني نار نازل. أيوة، شهب فتشهب مبين، شهاب طبعا. شوف شو القاموس عملنا إياها. أيوة، شهاب هو كتبت شهاب، شهاب نار تدركه فتحرقه، نار الكوكب المنقض الملتهب، والشعلة من النار، الشعلة الساطعة. نعم نعم نعم. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. طيب حلو، نكمل. وجعلنا رواسي الجبال، يعني رواسي، أيوة. وألقينا فيها رواسي، أيوة. هذا معتقد، هذا معتقد الرواء. انظر قصيدة أمية، هذا يحيى وزنا بمقدار هنا موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هذه نجدها في أيوب، سفر أيوب. وجعل للريح وزنا وعاير المياه بمقدار. وفي كتاب رتبت كل شيء بمقدار وعدد ووزن. من الذي قاص بكفه المياه ومسح بشبره السماوات وكال بالثلث تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والتلال بالميزان؟ يعني هذا يرجع لهذه الفكرة. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. معايش وسائل للعيش. نعم، نكمل الآية 21. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب منيح. وأرسلنا الرياح لواقح
فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هنا هذه اللواقح فهمت بمعنى ذوات لقاح، وهو ما يلقح به الشجر والنبات. ولكن يرى صوما أن الكلمة من الأرامية وتعني عاصفة كبيرة، فيكون معنى الآية وأرسلنا الرياح عاصفة كبيرة التي تحمل، ونجدها في سفر حزقيال وفي سفر أيوب. ومنهم من رأى في هذه الكلمة خطأ وصحيحة ملاقح، مش لواقح ولكن ملاقح. طيب هل أبونا صحيح ما قاله ساومة بأن لواقح كلمة أرامية وتعني عاصفة؟ نشوف القح موجودة هذه. إيه القاط القح. إذا غريب 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 ما شايف شيء من هالقبيل. لا ما شايف شيء. ما ذكر كلمة، ما كتب الكلمة، أي كلمة هذه؟ لا ما كتب أبونا. هو قال أبونا 93 هي يقول هي جت في سفر حزقيال الفصل الثالث الآية 14. وفي سفر أيوب 28 والآية 25. أيوة نشوف هلأ شو نقول أنت. حزقيال الثالث الآية 14. أيوة. واش قلت نروح وبلتان وزلت بحيبة دروح وإيدة دمريا عشنت علي. وأخذتني رياح و يعني و ذهبت بي ورحت بحيبة، هي بقوة الريح، رياح بقوة الريح. طب أبونا حيبة ماكو لحق الحيق لواقع القح. طيب هلا شوف لي أبونا سفر أيوب السورة 28 الآية 25. ثمانية وعشرين، ثلاثين، ثمانية وسبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، ثلاثين. أيوة أيوة الفصل 28 والعدد 25. 25 دعوة مثقال الروح ومية أثقن بخيلتا، يعني وجعل مثقالا للروح وأتقن أو وزن المياه بالكيل. هنا ما في ريح فيها. لا روح، بلي روح، يعني رياح روحها. معناها ريح. وعلى مثقالا للرياح. طيب انا حتحقق، انا اتحقق من الكلمه هي كلمه لواقح. القح 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 ما في لق لو قح ولا قحا ولا
ما في حيبة، هذه حيبة يعني قوة وقسوة. أيوة. أنا أشوف لك إياها هنا لا بيبل التوراة، أنا أشوف التوراة بالعبراني بالعبري هنا. هنا يا للأسف، لأنه مش بالسهل تجد الهدول، لأنه مش حاط مش مرتب. طيب دي أنا حشوف لك إياها هنا بالعبري. أنا بالعبري، يا رب بالعبري. إبرو 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 هنا إبرو. طيب هنا هاي إبرو. هلا إحنا على كل، أنا حراقب الأمر، حراقب الأمر. هلا أنا أكتبها هنا لواقع راقب، يعني راقب راقب كلمة في العبري. عبري عبري هلا مش عايزين نأخر عليكم. وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. منيح، واضح. طيب ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين. طيب المستقدمين المستأخرين. طيب الأولين والآخرين هي نفس الدائرة في نفس الآية 25. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. 66 يحشرهم. 66 هنا يحشرهم كتبت، مش مشكلة. بس ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فهمت أبونا هنا صلصال طين يابس. حمى مسنون يعني طين أسود أحرقته النار حتى سقلته. حمى أو محدد الطرف كسن الرمح. حمى. ولكن قد يكون المعنى الأقرب هو منتن نتن. فهم علي؟ وقد ذكر هذا المعنى الطبري والمواردي في تفسير ما لعبات حمى مسنون في الآية. فهم علي؟ حمى مسنون، مسنون هو مسنون، هي كلمة مسنون هي المشكلة هنا يظهر عليها. يعني مسنون الماء، الماء الثانية يعني اللي طالع ريحتها. آسنة، الآسنة. آسنة مسنون بهذا الفعل بهذا المعنى. فهم علي؟ وأنا ذكرت إنه يعني حتى أعطيت المصادر. شفت علي؟ شوف بالسرياني حما، حما يا حما، هي حمية سخن ذبل صوى جف خمد همد. بس هي مسنون اللي همنا أبونا. أيوة مسنون. شوف أبونا، شوف أبونا شو في بيت شعر لابن السلط أمية بن أبي السلط. خلق البرية من سلالة منتن، سلالة منتن. فهم علي؟ أيوة. وإلى السلالة كلها ستعود، يعني منتنة. أيوة أيوة منتن منتن. أسن أسن ماء أسن. على كل إذا هل عندك مسنون حمي مسنون أسن و سنا سنينة. أيوة سنينة يعني مغربل نظيف نقي خالص. حلو، يعني هذا معنى آخر. لأنه مو معقول إنه يعملوا خلق الإنسان من شيمنتن. لا ما يصير. حمائن منسنون،
حمائن يعني، حمد تترك هاي فيها يعني فيها شي حار طين، أيوة طين حار حار حامي، مسنون من طين حام خالص أو نقي. ايوه انا اظن هاي طيب اقرب. مسنون اكتبها سرياني هي، أيوة حليناها هذه، حليناها. هاي حلوه. طيب مسنون من سن، هو الجذر هو سن، ايوه سين سن سريانيين يعني نقي، نقي نقى ينقي. ايوه اي صلصال نقي أيوة صلصال صار نقي. حار نقي ساخن نقي. انه مو معقول يعني انه الله بيعمل الانسان من شيء منتن نتن وآسن له، يعني، ولو هو يعني ملاك شيء غير أيوة. النتانة لأنه ده يقول وقد كوناه أحسن شو أحسن تقييم، تكوين. ايوه أيوة ف كوناه أحسن تقييم، يعني فكيف هو الله منتن. لا شيء ومن شيء حسن عمله يقول أحسن ايوه أحسن ايوه أحسن شكل، ايوه ايوه فكيف ايوه من الآسن شلون يصير أحسن؟ ايه ايه جيد انسان من حمى مسنون. مسنون معناته فعلا هنا حلينا هذه المشكلة. إيه، فممكن تكتبها من صلصال من صلصال حار ونقي، صلصال لا سلسال، صلصال ايوه المعذرة آمن ونقي. حام ونقي ايوه صلصال المعذرة ايوه. هاي حلوة هاي حلوة هاي احنا طلعنا فيها بنتيجة أيوة هذه يعني أوضح يعني أيوة. يعني أكثر فهم. والجنة خلقناه من قبل من نار السموم 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 نار السموم. هذه احنا حلنا لها في الآية. السموم هنا أبونا أعطيك إياها أعطيك إياها هنا السموم. يعني لازم أبحث لك عن شو احنا ذكرنا قبل. أيوه ايوه انا اشوف شو كتبنا هذا. بس هنا نذكر من وين احنا وين واحنا وين كنا، لانه بعدين ايوه انا اذن حبحث عنها حبحث عن شو هذا احنا كتبنا هذا. طيب من نار السموم، هل نشوف السموم كيف شو جت معناها عندي نعم عندي شوف وبعدين نشوف شو. أيوة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بس هنا ما ينطبق هذا. يسأل الملائكة يسمون الناريون. أيوة بس مو نار مسموم، الجن هو من نار لكن مو نار مثل نار الملائكة، إنما نار مسموم. يعني شو مسموم؟ شو بالسرياني أيوة يعني عكر وسخ. طور روحك. سموم، أنا بدي أشوف كلمة سموم. سموم من وين أجت؟ ثانية واحدة. السموم أنا ما ذكرت معناه هنا، حنشوف إمتى. السموم نار السموم أنا ما ذكرت معنى كلمة السموم. السموم يعني أنا اعتبرتها أنا واضحة، أنا اعتبرت السموم أبونا عامة هي تعني الريح الحارة اللي تيجي من الصحراء، بسموه ريح السموم. بس هنا حنرجع للآية، حنرجع للآية مشان نفهمها
هنا يا أبوي كيف يا ربي خمسة، لأنه إحنا لما نروح نفتش على آيات أخرى بعدين نرجع لورا ومنضيع وقت الله. المعذرة إخواني، والله إحنا نعتذر، إحنا أنا صدقوني أعتذر لكم، يعني بس أعمل لكم إيه مبي. أيوة هنا وش خلقنا، أيوة هنا نار السموم، نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. بس ما ترها منه هنا وسخة، أكر. يعني تعرف شنو نار؟ مو النار، النار لما نصير ما تعطي هذا الدخان، والدخان هذا يسود، ماكو هذا شو يسمونه؟ أيوة إشحار. أيوة إشحار من هذا، من هذا إيه. أيوة النار مدخن، نار ذات دخن، سموم، سميمة، هذا سموم. إيه طيب، أنا هنا أبونا بدي أكتب. طيب انظر كلمة سموم. طيب أنا حشوف شو إزاي هم ترجموها أبونا. أولا هم إزاي ترجموها، يا ربي ديكسونير. السموم هنا حشوف كلمة السموم. من أبونا فهمت لها بالنار، نار السموم يعني نار جهنم، وقيل لجهنم سموم، والسموم هي الريح الحارة القاتلة. يعني شيء نيجاتيف، يعني سلبي مو صحيح. انظر كلمة سموم، انت قلت لي سريانيا تعني، سريانيا تعني عكر او يقول لك سموم ما يخرج من منافذ الانسان، ويقول وسخ قذر، عكر او وسخ. وسخ يعني وسخ. تحقق، انظر كلمة سموم، يعني هاي لازم تتحقق، وهي بالسرياني سماما، وتعني هذا الشيء سماما. سماما هكذا ابونا. أيوة. سماما سريان تعني عكر أو وسخ. منيح. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مع مأ حمأ مسنون، رجعنا نفس المشكلة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. واضح الأمر. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هنا أبونا في العراق عندكم الأزيدية، مش هيك؟ الأزيدية هم يعبدوا إبليس. إيه على أساس، بس هم ينكروها طبعا، ولكن موجودة هذه. يقال أنه إبليس، هذا إبليس بالضبط، هذا الذي لم يقع ساجدا ولم يطيع الله وتكبر على الله غير الأمور، يقول هذا طبعا هو كان ملك وله أيضا قدرات، وله أيضا يعني كل قدرات الملائكة، فهذا راح يأتي يوم الله راح يعفو عنه، تمام؟ اسمح. فهذا عنده، إذن عنده سلطة وعنده هذه، فلذلك هم يقولون نحن
نحترمها ما أيوة. نجد لها، يقول أبوه نعبده صحيح، مش نعبده يعني، احنا بنحترمه أيوة. حتى لا يصيبنا أولا بالدنيا، لا يصيبنا بمكروه، وبعدين عندما يغفر له يكون لنا شفيع أيضا. حلو. أنا اللي قرأته إنه واحد من مفكريهم بالليل حلم، فشاف إبليس. إبليس حاب يتقرب إله، قال له لا ما تقرب علي أنت إبليس. قال له أنا ما عملت شيء، أنا رفضت أسجد، أنا كنت من الموحدين، كلهم سجد لآدم إلا أنا، فأنا من الموحدين. أيوة صح، إيه عيسى معه أيضا، أنا الوحيد اللي يعني لازم تحترمني، كل الملائكة دول سجدوا لبني آدم، أنا لا أسجد إلا لله. طبعا أستاذ سامي، هم ما يقولون إبليس، يقولون طاووس ملك. أيوة طاووس صح ملك، ويعملون أيوة. عندهم شو اسمه تمثال طاووس من الفضة ويحملوه ويطوفون به، عندهم عيد وعيد خاص يطوفون به هالصورة. أنا أكتبها هنا، طاووس ملك، وطبعا ما أيوة طاووس ملك. الأزيدية أيوة، وبعدين ما كان يأكلون، إحنا كان عندنا أصدقاء ما كان يأكل، ما يأكلون لا الخس ولا اللهانة ولا الجزر، وكل ما هو تحت الأرض أو كل ما هو ملفوف يقولون هذا داخله في إبليس ما يصير نأكله. كل واحد عنده أساطيره. وبعدين أنه الشيطان، طبعا الشيطان الشين ما يلفظوها. أيوة. نحن عندنا مثلا هذا عود الكبريت ماكو بالعراق، أيوة. نسميه شخاطة، ما أعرف ليش شخاطة. أيوة. فهم ما يسموها شخاطة، هم يقول بالموصل يسموها خرخاطة. حتى تجنبا للفظ الشين. حلو جدا. في كثير من الأمور اللي نعرفها نحن عنهم لأننا عشنا معهم عن هذه. أضحكك، يوم أنا كنت جندي، طبعا 4 مرات أنا سويت جندية، وأول مرة في تاريخ العراق نحن 10 قصص عملنا خدمة عسكرية، كان معفيين القصص. المهم فكنا يتذكر كنت في وحدة معينة يوم جمعة، كان قاعدين كان بالقاعة، طبعا جمعة هي عطلة على أساس، فقاعدين بالقاعة، فكان في تلفزيون وبدأ البث، كان يبدأ متأخر البث وقتها، بث الساعة 10 هيك بدأ البث، وبدأ طبعا بتلاوة القرآن. فبدأ الإمام الشيخ أو الملا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ من الله، من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كانك واحد يزيدي قاعد يمي، تعرف ايش قال؟ حشاك سامعين، ويخرب فمك قدام كل، كان مليئه قاعه من المسلمين بالجنود، خرب فمك هيك. يعني قالوا كلهم ليش تكفر؟ قال لا، لان هذا كفر، هو كفر. قال شلون كفر؟ قال كفر ب ب ب ب ب ب ب بما نحن نسجد له، وهذه الشيطان يعني. صارت مشكلة، شكوا عند آمر المركز والدول مش تحقيقي، بس بعدين قرروا قالوا لا، طبعا هو هيك، هم يعني هم يعتقدون هيك، فلازم نحترم وسابوه يعني. وهذا كان صار صديقي كثير، فاليوم جاي إلى الكنيسة زارني هناك لما كنت في دهوك، لأن أنا كنت في نفس الوقت أروح للساعة 8 وأرجع الساعة 2، يعني كان سمحوا لي أنا واللي كان عندي، لأنه كان عندي واجب مدني، يعني عندي كنيسة ومسؤول عنها، وما كان في أحد بدالي يأخذ مكاني، فلذلك كنت اليوم جاء عندي المساء، عندنا صلاة المساء، جاء زارني هناك وقعدنا وحكينا وشوية وهذه. فهيكم، هاي في كثير أمور عنهم نحن نعرفها. أيوة. أبونا أزي نشر كتاب عن الأزيدية. نعم. نشرته أنا، ممكن تحملوه من جميل. أكاديميا. أقول شكرا على هذه المعلومات، فهما جدا يعني، لأن إحنا يعني أمور عملية. أنت عاشرتهم تعرفهم. وأنا رحت زرت المقام الكبير مالتهم، يعني في جبل، هو في قرب مدينة الشيخان، بالضبط اسمها الشيخان، وفيها كثير من اليزيديين، في جبل خارج المدينة،
في هناك بالجبل يسموه شيخان بسبب الشين، بس ما يسموه شيخان بسبب الشين. ايه فيسموها عين سفنه. عين سفنه ليس، هم يسموها عين سفنه، نحن نقول يسموه خيخان. عين سفنه ان شاء الله. فهذا الجبل في معبد مالتم، اتذكر رحت انا ومع احدهم فما كنا نعرف، دخلنا هيك كان في حوش، ندخل باب في حوش وفي نهايته في بعض الغرف، بعدين تدخل باب آخر أيضا إلى أن تصل إلى المعبد. المعبد هذا دخلنا فيه شفنا، بس كان في مشكلة أنه هذا المعبد يشبه كنائسنا كان، بس نحن طبعا غرفة المذبح في الأمام، هم كان باليسار، على اليسار تصعد درجين ثلاثة كان في غرفة أيضا قوس، وحول هالقوس كان كاتبين سورة آية الكرسي، آية الكرسي. ونتعجبت من آية الكرسي، ودخلنا طبعا كان فيها قبر شيخ عادي، يسموه شيخ عادي، هو الشيخ الكبير مالتم هذه المؤسس يقولون يعني عادي، يسموه عادي. فكان هناك هيك، فأنا مرة في إحدى مقابلاتي مع بعض يزيدين ذكرتها، قلت أنا تعجبت ليش من آية الكرسي مكتوب هناك، قلت لي هذا قرآن. طيب ايش قال لي واحد منهم وكان قاعدين مسلمين ايضا، قال لي لا هاي لانه القران ماخوذ من مصحف رش مالتنا، اسمه مصحف رش يعني المصحف الاسود الكردي. مصحف الاسود، فهل ايه موجوده بالمصحف الاسود وقران اخذها منا. والمسلمين كانوا هناك طبعا بدوا استغفر الله استغفر الله يقولوا هيك. أيوة تصادم الثقافات، تصادم الثقافات غريبة عجيبة. يعني لو هذول كل المعلومات، يعني مثل ما احنا نزعل المسلمين يحكوا أشياء عنا، لو أنت تنشر كلام آخر يزعلوا هم. يعني أنا قرأت عن الدروز، كتبت أبونا مقال طويل عن الدروز والشيعة الطقية، ايه حوالي ما اعرفش اكثر من 30 صفحه. الطقيه عند الشيعه والدروز، وذكرت ما هو اعتقادهم عن النبي محمد وعلي. غريب جا غريب عجيب يعني. هذا في كتاب رسائل الحكمه، ولهيك رسائل كتاب الحكمه ممنوع نشره. لانه لو المسلمين اطلعوا عليه انجنوا. صح. أيضا هذه اليزيدية، هذا المصحف عندهم هذا يعني سري ما حد يعرفه، يقول بس الكبار هذي يعرفوه. شفت علي؟ بس هو نشر بعدين، اللي نشره أبونا أزي، هذا حكمة رأس الحكمة، رسائل الحكمة، رسائل الحكمة، أبونا جوزيف أزي هو اللي نشره. لأنه رسالة الدكتوراه تاعته كانت عن الدروز. أوكي. هو متخصص في الدروز، فهم علي؟ عنده عدة كتب عن الدروز. على كل هاي نرجع إلى إبليس. نرجع. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. واضح. قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم يعني ملعون يعني، أو مرفوض. أيوة ملعون. وإن عليك اللعنة، هو اللعنة، هو الجلعنة، الرجيم هو الملعون فعلا. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، يعني امهلني. امهلني انظرني يعني مهلني، مش أيوة انظرني، مهلني أفضل، مهلني. إحنا يكون أعطيه مهلة. أيوة بالضبط. في القضاء مش نطرة، مش انطره، لا مهلة، لا أيوة مهلني، أعطاه مهلة، مهلني، مهلني. قال فإنك من المنظرين، المبهلين يعني. يا صح يا المبهلين. أفضل من المنطرين. أكيد هالكلمة هذه كثير تترهم. أمهلني، أيوة مهلة، مهلة قانونيا يعني، لأنه
إلى يوم إلى الوقت المعلوم. هذا كل كلام. قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بما أغويتني يعني هو الله أغوى. بما أغوي شفت شفت هاي ملاحظتك حلوة. بما أغويتني يعني أغويتني يعني يعني أنت فعلا هذه الكلمة قوية هاي. يعني هل الله أغواه؟ لا يصير لا يعني شغلة ربنا يقعد يغوي الناس. آه أغوى يعني أضل. آه طبعا. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أيوة بالضبط. هو شغل يقول أنه يغوي الناس ويظل الناس إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين المخلصين أبونا فهمت بمعنى المصطفين الخالصين من الدنس. قال هذا صراط علي مستقيم. هنا مشكلة. هنا مشكلة أبونا. وضح لك ليه. هو كان لازم يقول هذا صراط إلي وليس علي مستقيم. يعني صراط يؤدي إلي مش علي. إلا اللهم إذا على يعني إلى بالسرياني. هل على هل عندكم حرف جر على أبونا؟ بل عل وتعني وتعني عل. لنشوف لك إذا هل تعني على بس إذا كان ممكن بس أبونا إحنا نقول باللهجي أبونا إحنا نقول رايح على البلد. إيه هي هاي طبعا رايح على البلد رايح على البيت. يعني إحنا بكركوك ما قلت لك العربي كركوك رايح على البيت. أيوة على 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 أنا حكي سريانيا تعني إلى واضح سريانيا ولهجة ولهجة لهجات يعني إلى يعني مو خطأ لو بس بالعربي خطأ هي لا فينا إلي ما في يعني حقيقة على تعني بإلى على لكن باللهجات مثل ما قلت إيه موجودة على الحرف يأتي لجملة معاني استناء على العالة زوبعة على اللث على العالة على درتين على 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 لكن اللي هو واضحة أبونا خليها صح اوكي واضح واضح. ما انت انتوا تقولوا على انتوا تقولوا على على بمعنى الى على البيت. رحت على البيت وبالسرياني سوري لا رحت البيت لما لام البيت لام لا كيف تقول رايح على البلد كيف تترجمها ازينا لمديثة. لا مش لا, لا, لا. أيوة اذا كانت اذا أيوة. كان اذا كان الاسم مبدوء بساكن حرف ساكن فهذه تاخذ تاخذ فتحه لما لام لكن هي لام فقط لام وحدها. واذا كان الاسم مبدوء بحرف متحرك فتكون فقط لم مثل البيت بيت يعني بيت هو متحرك باء لذلك البيت. اما مديثة يعني مدينه إذا كانت هي ميم هي ساكن ساكنة لذلك يقول لم ديثة محرك اللام. أيوة بس هي اللام هي الحرف الإله. نعم نعم حلو جدا. لا أنت تعرف الشيعة زي يفهمون هذه الآية. أيوة إن هذا صراط علي مستقيم. علي أيوة لأنه هنا مو واضح هذا صراط علي مستقيم يعني شو علي مستقيم. فهمت علي؟ نعم. علي نعم. طيب
بس هي مش علي علي، طيب هي على كلين هم يفهموها هيك علي، ما كل شيء علي، كله علي. يحاولون يدخلون علي في كل شيء. أبونا نشوف إمتى كيف نوقف إحنا، لأنه لازم نعرف نوقف هنا. نعم. طب هنا غاوين هنا أنجح معدوم. طيب هنا نتوقف. أيوة مستقيم. نتوقف هنا، نتوقف. 41. نعم. 41 إلى 41 سورة الحجر. الحجر هنا قرأت إلى. طيب حلو جدا أبونا، أنا سأتوقف هنا وسنلتقي بك في حلقة قادمة لنكمل سورة الحجر.